حرب الدول يوم الفتن والمناويش دونش موعدود همات ناشي يم حربنا الروم صبح ومغابيش ثم الدرم والرمح قبل الكلاش مع المسلمين وبقوة ضد النصارى من الفرنسيين وغيرهم. وظهر هذا جليا بخروج ناس مضطرين من جدة من ينبع من المدينة الحروب يعني من حرب الذين كانوا بين المدينة ومكة. كل هذه قبائل ذهبت أو الأشخاص هؤلاء ذهبوا 4000 شخص ذهبوا لنصرة إخوانهم وهذا يدل على شعور إسلامي. بالهجازة قادرة تبلغ في نجد العذير.